من نوع جديد وقعت اليوم الاثنين بين وزارتي التربية والعدل، تتضمن فسح المجال أمام نزلاء دائرة الإصلاح العراقية لمن يرغب بإكمال دراسته الابتدائية والثانوية كمرحلة أولى. البرنامج التعليمي الذي وقعت عليه الوزارتان سوف لا يشمل من كان محكوما بالمؤبد أو بالإعدام، لكنه سيوفر مستلزمات التعليم كافة للنزلاء بالاتفاق مع الطرفين. راح يتم فسح المجال لكافة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية لخوض الامتحانات للمراحل المنتهية، السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، واللي يتمكن من النزلاء أن يجتاز الامتحانات بنجاح راح يزود بوثيقة دراسية أصولية تمكنه بعد أن ينهي مدة محكوميته أن يواصل حياته ويندمج بالمجتمع من جديد. قضية الدراسة حسب ما متاح، إذا كان هناك إمكانية توفير قاعاته بشكل يومي ستلتزم الوزارة بتهيئة كادر بشري منسب إلى مدرسة داخل أحد مراكز الإصلاح، وإذا كان هناك صعوبة بهذا الموضوع سنتعامل معها كما نتعامل مع الخارجي، نهيئ مستلزمات الامتحان ونجري الامتحان وسنزود الطالب بالكتب والقرطاسية. توقيع الاتفاقية سوف لا يقتصر على التعليم الابتدائي والثانوي فحسب، فوزير العدل وعد أنه سيناقش فكرة الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتطبيقها هي الأخرى على مراكز الإصلاحية. وأأمل إن شاء الله بالأيام القادمة أن نتجه لمفاتحة السيد وزير التعليم العالي لفسح المجال لمن يرغب بإكمال دراسة الماجستير للنزلاء الحاصلين على البكالوريوس اللي بإمكانهم أن يواصلون الدراسة، ووزارة العدل ستقدم تسهيلات لهؤلاء النزلاء. ولم تستثني وزارة العدل من تزيد محكوميتهم على المؤبد من اهتماماتها، فقد أعلن وزير العدل أنه سيتوجه إلى وزارة الصناعة والمعادن لتزويدهم بمكائن صناعية مختلفة من شأنها أن يتم تشغيلها داخل مراكز الإصلاحية، شريطة أن توزع عوائد تلك المكائن على النزلاء أنفسهم. أيسر جبار، السومرية.